السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج صحة ودين. هنتكلم طبعا عن الإدمان. شيء خطير جدا يصيب البشرية كلها إن شاء الله. هنتكلم عن الإدمان، أسبابه وأنواعه وعلاجه، ولكن اسمحوا لي في بداية هذه الفقرة أو في بداية هذه الحلقة بشكر جميع السادة المشاهدين اللي متابعيننا دلوقتي، وان شاء الله تتصلوا بينا على الارقام الظاهرة على الشاشة امام حضراتكم. واسمحوا لي في بداية الفقرة ارحب بضيفي الكرام. ابدأ بضيفي الشيخ عبدو احمد الكومي، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك، مشرفنا ومنورنا ومنور قناة الصحة والجمال. كل عام وحضرتك وجميع المشاهدين بخير. اهلا وسهلا يا فندم، شكرا. وايضا برحب بضيفي الباحث في البرمجه اللغويه الفهد العربي، اهلا يا فندم. اهلا وسهلا، منورنا ومنور قناه الصحه وجمال. انا منور بيكم والله. الله يخليك، بنشكر حضورك معانا وبنشكر ايضا حضور فضيله الشيخ معانا النهارده. مشاهدينا الكرام، النهارده هنتكلم عن الادمان، ولكن طبعا موضوع الادمان متشابه تعريفات كثيره. قد يكون الادمان، انا عن نفسي ممكن ما اعرفش هل الادمان ده شر طبيعته مطلقا، الجوانب ممكن شيء طيب ما يسمى ايجابي. ونبدا يعني ابدا بسؤالي للاستاذ باحث اللغويه والعصبيه الفهد العربي، نعرف مبدئيا علشان فضيله الشيخ بعد كده هيعقب على الكلام عشان نعرف بقى الحلال والحرام في الموضوع. نبدا الاول من الناحيه العلميه. اتفضل حضرتك، يعني عرفنا وفهمنا مضمون إدمان وتعريفه بلغة بسيطة جدا. كل أمر اعتاده الإنسان يخالف طبيعته في الاستخدام، سواء كان هذا الأمر نوع من أنواع المخدرات أو نوع من أنواع القراءة نفسها، التكنولوجيا، الرياضة. في ناس ممكن تدمن ان هو يعمل رياضة، فبالتالي بدل ما جسمه ينبني بشكل جيد يبدأ جسمه ينضل انه في ضمور، او يحصل فيه زي ما بنشوف كده بعض الناس تبني عضلات قوية جدا وفجأة تتعب بشكل كبير جدا، لان هو ادمن شيء على غير طبيعته. تمام، يعني دخول الادمان حضرتك. طيب هل له علاقة بالافراط؟ هو المقصود بالادمان الافراط ولا الادمان التعود؟ لا، هو تعود، لان اي شيء في او اي نوع من انواع الادمان هو مجرد تعود، وبالتالي يمكن الرجوع عنه سواء كان بالعلاج الكيميائي او العلاج الطبيعي. ولا مولانا؟ تمام. طب هنرجع لفضيله الشيخ دلوقتي، ولكن قبل ما انتقل لفضيله الشيخ، بس حضرتك دلوقتي ذكرت شيء جميل جدا، قلت دلوقتي هو تعود على شيء. ايه المشكله انه يتعود على شيء كويس بس، لكن بنقول لو افرط فيه ممكن يكون سيء، ولكن انت بتتكلم حضرتك كل شيء اعتاد عليه ايوه في غير طبيعته. يعني انا تعودت في غير طبيعته بالظبط، يعني انا تعودت مثلا كل يوم الصبح اخد فنجان قهوه، هل ده الطبيعي؟ لا، مش طبيعي. تمام، فدي عاده ممكن ارجع عنها، وبكبر ان ارجع عنها في شهر رمضان. نعم، جميل، ان صحتي ما اقدرش اشرب، فدي عاده. النقطه الفيصل هنا ان يبقى في غير طبيعته، في غير طبيعته، لان العاده الطيبه طيبه حتى لو كانت كثيره. في انواع من المخدرات بتستخدم في العمليات الجراحيه، وفي انواع بتستخدم في العلاج، دي الطبيعه بتاعتها لان استخدمت في طبيعتها. جميل، لكن في غير طبيعتها ده ادمان. تمام، بنشكر حضرتك ونستاذنك ننتقل الى فضيله الشيخ عبدو احمد الكومي. طيب بالنسبه للادمان من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الدينيه، طبعا الشرع هو المسيطر، هو المحرك، هو المنهج اللي انا بمشي عليه. انا عرفت من الاستاذ الفهد العربي ان طبعا الادمان هو تعود على شيء في غير طبيعته. طيب راي حضرتك من المنظور الشرعي في الادمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة وفي أجمل تقويم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. نعم،
ثم سخر الكون كله لخدمة الإنسان، وجعل قوانين تضبط حياة الناس، وشرع الشرائع. نعم. كل هذا لحفظ الدين والنسل والمال والعرض والنفس. فالصحة مطلب من مطالب الشرع، وأي عمل يقوم به الإنسان يتعارض مع هذا الفعل أو مع هذا المقصد الأساسي من مقاصد الدين يكون مجرما ومحرما في الشرع، حتى ولو كان هذا الإدمان إدمانا لشيء من المباحات. حتى دي بعد إذن حضرتك، انت ايه مشكلته ان انا ادمنه؟ المشكلة كما قلت قبل ذلك في الإفراط. نعم. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. نعم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. فهنا الخروج عن غير المألوف، هذا الأمر يؤدي إلى ضرر للإنسان، سواء كان ضرر نفسي أو ضرر صحي أو ضرر اجتماعي، وهذا هو بداية تحريم كل ما يتعلق بضرر للإنسان في صحته ونفسه. نعم. وماله. وبعدين لو بصينا لكل الفرائض التي فرضها الله عز وجل، احنا عندنا في الإسلام ثلاث أقسام. القسم الأول قسم المباحات، وده الأوسع قسم في الإسلام، زي الأكل والشرب والنوم واللعب وغيرها. القسم الثاني الفرائض التي فرضها الله عز وجل، والقسم الثالث وهو المحرمات. هذا القسم لا يختلف اثنان عليه أن أي فعل من هذه الأفعال محرم ومجرم، ولو نظرنا إلى كل المحرمات نجدها تتعارض مع صحة الإنسان. أي شيء حرمه الشرع يخالف قوانين الصحة. نعم. فيصيب الإنسان بالمرض. كذلك الفرائض تؤدي إلى صحة الإنسان، كل الفرائض التي افترضها الله عز وجل إما أن تؤدي إلى صحة نفسية أو صحة جسدية أو ترابط اجتماعي أو منزلة عالية عند الله عز وجل. نعم. فالإسلام عندما ينظر إلى الإدمان ينظر إليه من هذا الجانب. نعم. الإدمان ليس ضرره متعلق بالإنسان وحده. أكيد. يعني الإنسان الذي يدمن يصبح مريضا، وهو في ذاته قد يتسبب في ضرر للمجتمع، وخاصة لما تدخين وحاجات بتضر. ودي نقطة هنتكلم فيها بعد كده ونستأذنك فيه، يعني هننتقل إلى الناحية العلمية في شيء ونرجع لحضرتك مرة تانية. فهد العرب، أنا عايز أعرف من حضرتك إيه الوصفة أو العلامات أنا أكتشف بيها إن الإنسان ده داخل على الإدمان. ممكن نوصل للمرحلة دي إن إحنا نكتشف الإنسان قبل أن يدخل على الإدمان من خلال سلوكه، من خلال أشياء معينة؟ هل ممكن نتعرف على أو نتعرف عليه إن هو مدمن بالفعل؟ هو غالبا المدمن على أي شيء سواء كان المخدرات أو الأنواع الأخرى من الإدمان غير اجتماعي، دايما يحب العزلة. المدمن دايما يحب العزلة. ليه بقى؟ لان هو بيجد لذته وبيجد متعته في الحاجة اللي هو بيعملها مع من يشابهه او مع نفسه زي ما بيقولوا. يعني مدمن الوسائل التواصل الاجتماعي، وده نوع من انواع الادمان واخطر انواع الادمان، يمكن اكتر اخطر من المخدرات كمان. دايما قليل الكلام، ما مش اجتماعي، بيهرب دايما من من بيقولوا عليها الوظائف الطبيعيه للانسان. ان نقدر نقول مثلا ايه، اللقاءات مع الناس، حتى الفرائض نفسها ما يؤديش. اللي هو كان بتاع التكنولوجي، اللي هو دايما شايف نفسه في العالم الافتراضي، ما بيحبش الاختلاط، يعني مفيش الانفصال والعزله. مدمن المخدرات دايما في عزلة عن المجتمع، لان هو في اضطهاد بينه وبين المجتمع. فهو دايما في عزلة عن المجتمع. نقدر نقول حد بيلجأ دايما للوحدة، بيعاني من مشكلة معينة، بيدمن على شيء معين. كان الادمان دوت بكافة الانواع اللي هي موجودة حاليا،
وممكن يكون اكتئاب. لكن هو الفكره كلها ان هو المدمن دايما بيلجا للعزله، يبعد عن الاجتماعيات. هل بالضروره المدمن راضي عن نفسه وحاسس ان ده الصح، ولا هو بيحاول يخرج من اللي هو فيه؟ لا، هو مش بيحاول يخرج من اللي هو فيه، هو عنده عدم ثقه في نفسه وعدم ثقه في المجتمع. فمش بيخرج ولا بيهرب، ولكن هو بيجد نفسه في عالم تاني بادمانه للشيء دوت. بيدمن على المخدرات، بيدمن على الكحوليات، مفيش مواجهه صريحه بينه وبين المجتمع. فهو بيحس انه لما بيتعاطى المخدرات او لما بيتعاطى الكحوليات انه بيكون زياده صراحه مع المجتمع، بيقدر يعمل حاجات مش قادر يعملها. طيب هو في مجتمع تاني اللي هو شبهه اللي هو زيه، هو له مجتمعه برضه، هو انعزل عن المجتمع السليم. هو كل واحد في المجتمع دوت ما يعتبرش عضو فيه، يعتبر مجتمع لوحده. تمام. هو جاب بقيه الاعضاء او بقيه الناس اللي في المجتمع ده معاه، جابهم علشان يعيشوا نفس اللي هو عايشه، مش علشان يعيشوا معاه، يعيشوا نفس اللي هو عايشه عشان ما يبقاش منبوذ. بالظبط. عشان ما يبقاش هو حاسس ان هو لوحده، عشان بقى ما يقعدش العيون تبقى عليه. بالظبط، ما يبقاش هو لوحده. التعليقات وال تمام. فيحاول بقى ان هو يجيبه، دايما بيلجا في الاول لاقرب الاقربين، انه يجيب اقرب الاقربين. ممكن يجيب اخوه، ممكن يجيب قريبه، صديقه. نعم. قبل ما يدخل على المجتمع ككل. طب اسال حضرتك سؤال صغير وننتقل لفضيله الشيخ. نظره حضرتك الشخصيه، مش نظرتي انا ولا نظره المجتمع، نظره المجتمع للمدمن كانه حشره، كانه زي ما حضرتك قلت قبل ما ندخل هواء، كانه دوده. طب راي حضرتك، نظرتك انت كشخص متخصص وباحث في البرمجه اللغويه العصبيه، المدمن هو شخص مش عارف قدراته، وشخص مش عارف هو ان هو مش حد منبوذ. انا بشبهها بايه؟ ان احنا عندنا صندوق فاكهه. تمام. جميل. تمام. وهذه النوع من الفاكهه مختلف عن باقي اللي موجود. يعني في ثمره فاكهه تقصد محطوطه، يعني مثلا برتقانه في وسط قفص تفاح. ممكن. جميل. هي مش مكانها هنا، فبالتالي هي حاسه انها مش مندمجه مع الناس دي. مش مندمج مع المجتمع ده. نعم. لو عرفناها قيمتها، وعرفناها مكانتها، وعرفناها مكانها وسط الثمرات اللي شبهها، هحصل منها على انتاج، هحصل منها على وزن. لكن لو شلتها رميتها، تعاملت معاها، لا دي مش مكانها هنا تترمي، طب ما انا خسرتها. تمام. يبقى احنا كده هنقف عند النقطه دي، عشان دي نقطه مهمه، عشان هنقدر ناخد من المنطلق الشرعي شيء جميل جدا. يبقى نتذكر مع حضرتك ان احنا وقفنا ان المدمن مش بانه منبوذ، لان لو عليه منبوذ هيستمر في ادمانه. لازم نحطه في مكانه السليم، نقول له انت كده غلط، ونحطه في مكانه. ده مش مكانك، ده مش مكانك، ده مش مكانك. ازاي بقى هو فاقد الثقه في نفسه وفاقد الثقه في المجتمع؟ انا برجع له الثقه في نفسه. يبقى دي نقطه مهمه. ننتقل بعد اذنك لفضيله الشيخ عبده. طيب دلوقتي المدمن زي ما عرفنا ان هو شخص اكيد يعني منبوذ او شاذ شويه او كذا او كذا، ولكن يعني الاستاذ الفهد العربي قال لنا ان هو مش منبوذ بالدرجه يعني القصوى، ولكن له يعني علاج اكيد، وان احنا ممكن ناخده بالراحه ونقول له ان ده مش مكانك وكذا وكذا وكذا. راي حضرتك الشرعي في التعامل مع المدمن من الناحيه الشرعيه كما تفضل الاستاذ الفهد العربي قال لنا. الاسلام دين الرحمه. تمام. الإسلام دين الرحمة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما مع العصاة. الله. يعني تخيل الصحابي الذي زنى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض النبي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني السلطة التنفيذية، يقيم الحد، وكان محصنا يعني يرجم حتى الموت. نعم. فأعرض النبي عنه ويأمر الصحابة أن يعني يشموا رائحة فمه لعله يكون يعني شاربا للخمر أو ساكرا. نعم. وبعدين لما يثبت عليه الامر اربع مرات يقول لقد اتيتني اربع مرات، هو خلاص بقى ما فيش شهود، فانت جيت اربع مرات اعترفت، يقام عليه الايه؟ الحد. وعندما ذهبوا به ليرجموه من الام الحجاره فر هاربا، طلع يجري، فادركه احد الصحابه بلحى بعير فضربه على راسه فقتل. وبعدين رايحين يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قتل اللي هو يعني المدمن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا اخيكم، اقيموا عليه الحد. هو انسان اعترف وجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه الحد. نعم. حتى يعفو الله عنه. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تألم وقال هلا تركتموه لعله تاب. يا الله. فتخيل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب الذي جاءه يعني يريد رخصة في الزنا، يا رسول الله رخص لي في الزنا.
فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على صدره، وبعد إقناع عقلي خرج والزنا يعني أبغض الأشياء إلى قلب الرجل الذي بال في المسجد، الصحابة ينهرونه وهو مخطئ، فعل فعل غير طبيعي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه لا تذرموه، لا تقطعوا عليه بول، لا تقطعوا عليه بول. وبعدين يأخذ يا أخ العرب إن مساجدنا لا تنفع، لا تصلح للمساجد، بالراحة كده بالأسلوب اللين. فالرجل من ليونة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم واحتواء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أدخلني الجنة أنا ومحمد وحدنا ولا أحد سواه، مش عايزين حد معاه. فيبحث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أخ العرب لقد ضيقت واسعا. فنظرتنا إحنا للإنسان العاصي عموما سواء كان مريض أو تارك للصلاة أو غيره تكون رزم نظرة تعاطف ونظرة رحمة، ولا الله عز وجل يبدل الأحوال. يعني إحدى الصالحات رأت أحد يعني العلماء في منامها، رأته على جبل عالي، صعدت له الجبل وفي أسفل الجبل قطار محمل بالزناه وشارب الخمر والعصاة وتارك الصلاة، فقالت له انظر إلى واقع المسلمين. قال لها والله لو أراد الله لتبدلت الأحوال. نعم كنا نحن هنكون تحتهم. فإنت طائع وإنت لم يصبك الله عز وجل بمرض الإدمان فأنت يعني في نعمة، وهو إنسان مريض فكيف يتعامل الصحيح مع المريض؟ هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها، يتعاطف معه. نعم. وبعدين الشيخ الغزالي عليه رحمة الله جاء أحد يستفتيه في حكم تارك الصلاة ورد عليه رد ينم عن فقه وعلم عظيم جدا. نعم. يقول له ما حكم تارك الصلاة؟ الإنسان اللي ما بيصليش ده نعمل عليه؟ قال أن تأخذه من يده إلى المسجد. بس خلاص خلصت. أنت هتجلده، هتقيم عليه الحد، أنت مهمتك معاه. إنسان مش بيصلي خليه يصلي. نعم. إنسان يشرب الخمر ساعده على شرب الخمر. وبعدين أحيانا بعضنا بيكون عون للإنسان على المعصية أو عون للشيطان على المسلم، إنسان كان في معصية وضل لفترة طويلة واشتهر بين الناس إنه مدمن مثلا وحب يتخلص، لو راح يصلي يقوله مش ده اللي كان مبارح كان بيعمل كذا، انت راح فين؟ ابقى خدنا على جناحك. فهو لما كان بيعمل المعصية المجتمع ينظر له نظرة ازدراء، ولما يذهب في طريق الطاعة ينظر له نظرة استهزاء وسخرية. فهم أصبحوا دلوقتي أشد بلاء من الشيطان ولهم إثم عظيم جدا. نظرة الإسلام إلى كل العصاة، الله عز وجل في حديث في غاية الروعة يقول الله عز وجل هو أرحم الراحمين. نعم. ولفظ الله عز وجل الواسع لم يأتي إلا مع ثلاثة صفات. نعم. واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الحكمة، أي أن رحمة الله عز وجل لا حدود لها ولا منتهى لها. يقول الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفرت له. ثم أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفرت له. ثم أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن رب يأخذ بالغفر، فقال أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفرت له. ثم يقول عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. نعم. انظر إلى الرحمن الرحيم. فالمدمن أحيانا يكون جريمة من المجتمع، من الأسرة، من الوالدين، يعني كما ستتفضل حضرتك ونناقش هذه النقطة. نعم. لأنها من أساسيات مشاكل الإدمان. يبقى لازم نعترف بعد إذن حضرتك، يعني نعترف بحاجتين. أصل المدمن ده بيجمع ما بين حاجتين، إن هو شخص وهو مسلم قد يكون أو مسلم في بشر الخير ده، بس لازم نعترف عشان يبقى هو نقول عليه مذنب، نقول عليه مريض، نأخذ بيده. ستخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة اليهودي ووقف وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يهودي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرت مني نفس إلى النار. نعم نعم. يعني ده إنسان المفروض أنا أخذ ثوابه وأهديه وأدخله الجنة، فحزن النبي لذلك. يبقى نظرة تعاطف ورحمة مع المذنب بصفة عامة سواء المدمن أو غيره، لأن الله قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني ما نسخرش من حد، ما أنت كنت كده. تمام. ولو شاء الله لتبدل الأمر. تبدل الأمر. الإنسان الطاعي. نعم. يكون عاصي. والطاعة بتوفيق من الله عز وجل. بنشكر حضرتك ونستأذنك ننتقل إلى أستاذنا الفهد العربي.
بالنسبه للادمان احنا قلنا ان الادمان فيه انواع، فيه ادمان بقى المخدرات وادمان الخمر وادمان الدخان وادمان الحاجات دي كلها. احنا قلنا في الاول خالص ان الادمان هو كل شيء اعتاد عليه الانسان في غير طبيعته طيب. او في غير الاستخدام الصحيح ليه. زي ما اتفقنا اخطر بالنسبه كلهم يعني فيهم خطوره. انا عايز بس من حضرتك عرفني ايه هو اخطر انواع الادمان من الناحيه الصحيه والعصبيه من خلال تخصصك. في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اخطر انواع الادمان ادمان التكنولوجيا والافراط في استخدام ادمان التكنولوجيا والافراط في استخدام التكنولوجيا بدون الرجوع للمصادر الرئيسيه والمراجع الاساسيه بتاعتها. الافراط في ان احنا كل شيء نطلع عليه النهارده في الانترنت على الفيسبوك على تويتر على انستجرام المواقع كتير اللي موجوده تعرف نفسها تحت اسم مواقع الاسلام او المواقع الاسلاميه او المواقع المسيحيه او المواقع الدينيه عموما. ده نوع من انواع، ده اخطر انواع الادمان. انك كل ما تحتاج معلومه كل ما احتاج راي اجري على الانترنت. ادمنت استخدام الانترنت كمصدر ليا. ده يبقى احنا كلنا مدمنين بقى. بالظبط كلنا مدمنين. لكن هي الفكره في ايه؟ ان انا لما بكون مثلا موجود معايا الشيخ عبده اتفضل غير طبيعته احنا عرفنا الادمان في الاول ما احنا متفقين من البدايه احنا دلوقتي بنتكلم على انه غير طبيعته. في غير طبيعته يعني احنا برضه بشر يعني ممكن بالظبط يعني في غير طبيعته. فبالتالي في حاجات لما بنستخدمها في غير طبيعتها ونفرط في استخدامها ادمانها بيكون اضر من ادمان المخدرات والكحوليات. ليه بقول التكنولوجيا او ليه بقول الانترنت عموما ادمانه اشد النهارده وادمانه اخطر؟ مش لازم لان انا المخدرات لازم اتنقل للتاجر لازم اروح له ففيها مخاطره فممكن اخاف وارجع مقيده. الكحوليات لازم اتنقل للتاجر فممكن اخاف من كمين او اخاف حاجه تقابلني فارجع. يبقى نسبه حدوثها ممكن تكون جميل ضعيف. لكن التاني موجود معاك على الموبايل موجود وانت في ايديك موجود وانت نايم مختلف عن نظره المجتمع بالظبط. وبعدين نعم فكره نعم. ان انت انت شايل حاجه محدش عارف انت في ايدك ايه شايف ايه. ممكن اخد راي من الموقع او من صفحه فيسبوك ملوش علاقه بالحاله اللي انا فيها. يعني ممكن راي دين اخده طبعا ملوش علاقه باللي انا فيه جداً. ولكن انا ادمنت ان بجيب كل مواقع من هنا كل ارائي من هنا انا مش عارف مين اللي قدامي ومين اللي بيحاورني. جميل. ده نوع من انواع الادمان. حدث بالفعل حضرتك يعني تعليقا على كلام حضرتك يعني مش هنخرج موضوع هو موضوعنا برضو. احد الاخوه اتكلم معايا في موضوع وقعد كان بيشتم احد المشايخ مش هنقول مين هو طبعا. يعني شتايم خطيره جدا. بقول له ليه؟ جاب لي صفحه على الفيسبوك جايب لي صورته وهو في وضع راكب عربيه شكلها كويس ولا مش عارف عربيه اسمها ايه كده. قال لك شايف ينفع كده؟ وجايب صوره واحده معرفش شغاله ايه بيقول لك هي افضل منه. وعمل كده سب يعني عمل حاجات قذره يعني. لمجرد انه جاب خبر من على النت شاف الشيخ راكب عربيه نظيفه قال ده يبقى حرامي ده يبقى بيجيب الفلوس منين يبقى كذا. اللي قام عمل الصوره ديت ونشرها هو تاجر المخدرات. هو التاجر اللي عايز يديني التعاطي. وانا هنا في المستقبل انا هنا مدمن. فده نوع من الادمان فعلا. في ناس مدمنه على حاجات مثلا زي انه يقعد يقرا 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 يقرا. طب انت اللي انت بتقراه ده استفدت منه في الواقع؟ اتعاملت عليه؟ عشت حياتك بيه؟ لا هو خلاص بس هو اتعود ان هو في ايده كتاب رايح جاي يقراه بس. فهنا زي ما حضرتك هو تعود على شيء غير طبيعته. طب ما في حاجه حضرتك ما هو اصل التكنولوجيا دي في ايد مين اللي بيغذي التكنولوجيا دي اصلا بمعلومات عشان انا اخد منها؟ ما هو اللي بيغذيها ده ممكن يكون شيخ وممكن يكون واحد التكنولوجيا كويس. موضوع التكنولوجيا ده محتاج حلقات مش حلقات. بالظبط عارف طبعا حلقات. بس احنا بنطرح الموضوع انا ارى وبنعلق عليه. انا ارى ان اخطر انواع الادمان حاليا هو الادمان على استخدام الانترنت بشكل غير صحيح. والافراط زي ما حضرتك حبيت تستخدم نعم في الاول نعم في التعاطي مع المواقع على انها نعم انها سليمه. انا الناحيه دي انا كمستوعب هنا اساسا ما فيش معلومه. ما هو عشان اصدق كل حاجه بتقال دي ده اسم حتى لو ما عنديش صحيحة. معلومه انا ما عنديش معلومه انا نعم. اصلا نعم. ما عنديش معلومه فاي شيء بيتقال قدامي على مواقع التواصل او على مواقع الانترنت انا بصدق وانا مش عارف اصلا مين اللي قايله لي ومين اللي بيديهولي. خلاف لما اكون موجود في ارض الواقع في المسجد في الكنيسه في وبسال
فالشيخ يقول لي او القسيس يقول لي طب انت ظروفك ايه في عمايل دي، انت ليه عملت دي، طب انت عايز تعمل ليه دي. فبالتالي هنا بيدي الحكم على الحاله. نعم. لكن حكم طالع موجود على الانترنت هو حكم في العموم. هو حكم في العموم، فده اخطر انواع الادمان. نعم. ممكن بعد كده يكون الادمان على المخدرات، في ادمان الادمان على السوشيال ميديا عموما والالعاب الالكترونيه اللي بتسمى هذا من ضمن الانترنت. من ضمن فعلا، لكن في ادمان اخطر، ادمان على السوشيال ميديا. ان النهارده انا عندي برنامج الاستاذ عصام هو المصدر بتاعي، انا مدمن ان اشوفه. المعلومه دي باخدها من عنده بس. لا، هو في مش عارف عنده على اليوتيوب قناه هي ديت المرجع بتاعي. انا ادمنت السوشيال ميديا والرجوع اليها، وبرضو نفس المخاطر الاولانيه. جميل. طبعا هنا مش بس بتعتمد على الانترنت، لا، الانترنت، التلفزيون، ده مصدر من مصادر الادمان بما يقدمه بقى من اعلام، يعني بعض التمثيليات والافلام اللي بتنعرض اللي تصور للناس ان هي دي الحياه. هم كما يقولون احنا بنجيب جانب من الحياه ويجيبوا الجانب السيء. هات جانب من الحياه، كيف ازاي عالجته في الاخر؟ هو عرضه بس، ما هو عرضه، لكن ازاي عالجه في الاخر؟ ما عالجوش، هو عرضه فقط، ما عالجوش. ادمان المخدرات، بعد كده ادمان المخدرات والكحوليات. يمكن دي النهارده بقت يعني بحكم ان الدوله مشدده الرقابه على بعض الحاجات وبدات مداخل كتير للحاجات دي تنتهي. بس واقفه هنا بعد اذن حضرتك، دلوقتي احنا اتكلمنا ان الادمان هو استخدام الشيء في غير موضوعه. كده تمام. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في المخدرات، ما هي دي بقى في موضوعه ولا في غير موضوعه، قليل ولا كتير؟ ده مره واحده تودي الواحد جهنم. جميل. المخدرات بعض انواعها اساسا يستخدم في عمليات مجرد الجرحية. تعاطيها مش ادمانها. لا، احنا بنتكلم هي استخدامها اساسا بيكون في العلاج. عمليات جراحيه ممكن، كادويه بنسب معينه، زي مثلا الترامادول. هو اصلا مسكن الام العمليات الجراحيه، دي طبيعته، مسكن الام في العمليات الجراحيه الشديده. جميل. دي طبيعته. طب غير طبيعته انه يتاخد علشان سواق العربيه النقل يقدر يواصل لحد ما يوصل. نعم. من الصعيد. طب ما هو الترامادول مخدرات. طب الحشيش مثلا بيتم استخراج مسكنات منه او انواع من انواع البنج. نعم. او المخدر منه العمليات الجراحيه. طب غير طبيعته ده في موضوعه بقى. بالظبط. لكن غير طبيعته بيتم تخليقه بشكل معين فيتم تعاطيه. استاذنك نقف عند الحشيش عشان اسال فضيله الشيخ سؤال، يمكن الساده المشاهدين هيستغربوا من السؤال ده، بس انا من حقي اسال. لا حرج في الدين، في ناس بيقول لك لا حياء في الدين. لا في حياء في الدين، لكن لا حرج. ازاي اذا كان الحياء شعبه من شعب الايمان يقولوا ما فيش حياء في الدين؟ لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء. يبقى اذا في حياء في الدين، لكن لا حرج. الدين كله حياء. ولا في حرج؟ يعني اسال ولا ما اسالش؟ لا حرج، اتفضل. السؤال، الحشيش طاهر ولا غير طاهر؟ طبعا في بقى احد الساده، طبعا المشاهدين ممكن يكون سمع السؤال ممكن يستغرب، بس فعلا انا عايز اعرف الحشيش كماده خام، كماده. انا سمعت من احد يعني المشايخ والكبار جدا في دولتنا انه قال ان الحشيش طاهر. انا مش جايز، انا اللي مش فاهم، ممكن يكون كلامه صح بس انا مش فاهم. يعني عايز اعرف يعني ايه الحشيش طاهر. طيب، هو احنا عندنا الخمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. نعم. يبقى دي القاعدة الأساسية اللي احنا هنقيس عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فالله عز وجل قال لعن الله الخمر، فالخمر ملعونة لذاتها كخمر. لذاتها، لذاتها. أول شيء في حرام لذاته وفي حرام لغيره. فهي زي الكلب مثلا. الكلب نجس في ذاته، لذاته. الخنزير لذاته، تمام، وكمان محرمة لما يترتب عليه لذاتها ولغيرها. زي مثلا ايه؟ الحشيش مثلا، لو خدنا القاعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، يبقى كل ما يذهب العقل بسكر هو خمر، والخمر نجسة.
وهي أم الخبائث وشيء خبيث. ده الفعل. آه. لما الشيء مادة في النبات. ما احنا بنتكلم عن الـ الشيء نفسه. لذاته. لذاته. قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. كل مسكر خمر. كل مسكر خمر. فالحشيش مسكر ولا مش مسكر؟ مسكر. ما جربتوش. وبيقول لك واحد واقف على الكوبري. فقاعد بيقول واحد محشش يعني. فقاعد بيقول 23 23. فواحد جاي بيقول له ايه 23؟ قال له فين؟ فوقف أوفين. فزقه فقال له 24. يبقى مسكر بقى. فهو يؤذي الناس. نعم نعم. فكل مسكر خمر فاذا اصبح خمرا اصبح نجسا في ذاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر لذاتها. اذا اصبح خمرا لما هو كنبات زي ما هو. لكن اذا كان بتغيير شكله للاستخدام الغير طبيعي هو هنا اصبح خمر. من ناحيه الفعل والاستخدام والحرام والحلال طبعا هو خمر وهو يعني يذهب العقل وحرمانيته من حرمانيه الخمر باي صوره من الصور يندرج تحت بند الخمر. ولكن بنقول وليكن انا متوضئ وجي واحد مثلا معاه قطعه حشيش وانا ما اعرفش انها حشيش مسكتها وسبتها بعد ما عرفت انها حشيش اتعيد الوضوء نجسه في ذاتها؟ لا ما هو هنا النجاسات التي تتعلق بالجسم. ايوه يعني هي دلوقتي اصابتني بنجاسه لم تصبني بنجاسه. هو ده اللي انا عايز اوصل له يعني. فالطهاره بتكون بخمس اشياء. نعم. اما بالوضوء او بالغسل او بالاستنجاء او بالتيمم او بازاله النجاسه. نعم. فاذا اصاب الانسان نجاسه فازالها فاصبح طاهره. نعم. طب هي اصلا لم تتعلق بالجسد ولم تتعلق بالثوب او المكان فهي لم تصب الانسان بنجاسه. نعم. طب بنشكر حضرتك فضيله الشيخ وننتقل الى الفهد العربي. انا يعني عرفت من حضرتك ان حضرتك متخصص او باحث في البرمجه اللغويه العصبيه. طيب عايزين نربط تخصص حضرتك عشان نتعرف عليه. يعني انا ما اعرفوش بصراحه يعني انا سمعت عنه بس ما عنديش خبره كافيه بيه. نربط يعني بطريقه البرمجه اللغويه العصبيه وعلاقتها بالادمان واكتشاف الادمان وعلاج الادمان. المدمن هو شخص حاسس بالاضطهاد. الاضطهاد دوت ناشئ ممكن يكون من الطفوله وممكن يكون بخلال او مثل صدمه حصلت وبالتالي هو معلق كل مشاكله على ما حدث على ما كان بيحدث فبيحاول يخرج من ده او نقول بيهرب من ده. وان كنت بفضل لا هو خروج ولا هو هروب ولكن هو بيعمل عمليه تصوير لحاله تانية مغايره للحقيقه جواه فيلجأ للادمان سواء كان انه يدمن المخدرات او يظهر بشكل مختلف في العالم الافتراضي اللي هو الانترنت والفيسبوك. هو ممكن هو بيظهر بالشكل انه رفض الواقع ده. طيب حضرتك دلوقتي معلش البرمجه لو ينفع انت كخبير برمجه او باحث في البرمجه تعرف تبرمجه يعني تعرف تعوده على حاجه تخليه يترك هذا الموضوع. احنا بنتكلم النقطه دي عايزين نستفيد من علم حضرتك. الطبيعي ان كلنا بنعمل في مجالات برمجه مختلفه. بيتم برمجه الناس المجتمع كله باشكال مختلفه. ممكن يتم برمجه المجتمع عن طريق المسلسلات زي ما قلنا في عرض فهي دي الحياه. فخلاص الناس توقعت اي حد بيبقى بالشكل دوت بيشتغل في المجال ده يبقى هو تاجر مخدرات. فكره ان اي حد النهارده ممكن يكون معدي مثلا بعربيه مرسيدس كبيره فتبص تلاقي حد يقول لك بص ده اكيد تاجر مخدرات. ما احنا بنقول كده. لفكره ان هو راكب مرسيدس. الناس بتحكم من الظاهر. لا لاننا اتبرمجنا على التمثيليات بتاعت فضل مع الداوي بتاعت برنس انهم شغالين في المخدرات والسلاح فبيركبوا المرسيدس. طب عايزين نعيد البرمجه دي تاني. حلو. يعني عايزين نصلحها يعني بالزبط. ازاي؟ هو ده بقى البرمجه ان احنا بنعيد الافكار عند الناس بشكل صحيح. ان مش كل اللي راكب مرسيدس تاجر مخدرات. بالزبط. في ناس رجال اعمال شريفه ومحترمه وبتعمل في المجال مجالات سليمه وبتجيب العربيه دي. نعم. متعاطي المخدرات او المدمن عموما الفكره ان احنا بنقول له ان السلوك اللي حواليك مش هو اللي مختلف نظرتك ليه هي اللي مختلفه. قد يكون واحد حاسس بالاضطهاد من ناحيه والده قاسي عليه شديد ما تخرجش مع اصدقائك ما تتعرفش مع ده فهو حاسس بالاضطهاد من ناحيه والده. فبيهرب من موضوع والده ده في ايه؟ انه يكون موجود دايما على مواقع التواصل الاجتماعي. انه يتعرف على اصدقاء السوق فبينزل ياخد مخدرات فبيخيل اليه انا هقدر اقف مع والدي انا هقدر ابعد
فبدا يفكر هو ازاي يخترع له حلول انه يخرج من البيت كلام من ده كله. طيب هي الفكره هنا هو والده قاسي عليه قوي ليه مش بيحبه؟ اكيد بيحبه بس أكيد. بس هو الفكره كلها انا عايزك زي ما احنا بنقول الطريقه اللي ربنا بيها احنا بنشد عليك علشان تطلع راجل، احنا بنشد عليك عشان تطلع ست بيت كويسه. لكن ده عمل جواه انكسار اضطهاد. يكون الوالد مخطئا، قد يكون مخطئ. هو ده البرمجه، ما هو ده ان احنا بنعيد له الصوره. هي دي يا باشا يا فندم يا استاذ الفاضل، والدك كان قصده كذا، عملها بالطريقه غلط. يعني ممكن يعني العلاج يجي علموه من السبع زي ما قلنا في عندنا في الحديث، علموهم من سبع وضربوهم العشر. فهو اللي ابني طب ما تصليش ليه؟ هات الخرزانه زي ما بنعمل. لا طب ما تيجي يا حبيبي نروح الجامع عشان نخش انا وانت الجنه. مش عاوز اصلي، تعمل معاه ايه؟ لا ما هو لحظه، ما حضرتك بتقول كده بس ما هو ما خدش الامر في موضعه، ما هو ما يجيش بعد ما سابه في سبع سنين وست سنين ما امروش ويجي فجاه في سن الضرب عايز يضرب. انت ما عملتش ليه الاولانيه؟ الرسول سابها متسلسله متجزئه، في سبعه نؤمر وفي عشره نضرب. جميل. حتى الضرب وانت لما جيت له مواصفات جيت ضربت في سن العشره فحصل اضطهاد منك، هو شعر باضطهاد منك وبناء بدا يعاملك بقى كانك بتضطهده. على فكره الفكره كلها الصلاه، بس يعني كان جالي سؤال من حوالي 3 ايام بالظبط في جزئيه الصلاه، في جزئيه ان الاولاد او الاسره نفسها هي العامل الاساسي في موضوع الادمان بكل انواعه. سواء كان ادمان مخدرات او ادمان، والاسباب مختلفه كتير. يعني ممكن هو اللي يخلي الانسان مدمن، الخلافات الزوجية والأسرية وطريقة التربية الخاطئة التي لا تستند إلى دين ولا إلى علم، الفوضوية زي ما بنسميها. فهي بتضغط على ابنها عشان يصلي، فالولد مش عاوز يصلي بالطريقة ديت، مش حابب، فيقول لها مش هصلي، فتزعل منه جدا وتعاقبه، فيقوم يصلي من غير وضوء. قلت لها أنت أخطأت معاه خطأ فادي جدا، هو كده صلاته باطلة، علمتيه إن هو يكذب. تعالى صلي، ماشي أنا هصلي، بس هو في حقيقة الأمر ما صلاش. فهنا طريقة التربية الخاطئة وصلت ان هو يعمل سلوك خاطئ في غير طبيعته، فقد هو عاوز ينفس عن نفسه. الحل في الحاله دي ايه؟ قلت لها ما يصليش، لا ترغميه على الصلاه، سيبيه براحته خالص، لكن في الاول صلحي علاقتك بيه ان هو يحبك، يخاف على زعلك، لان انت كده في الحاله دي خسرتي حاجتين، علاقتك بابنك، وتاني حاجه ان هو مش هيصلي، ولو صلى مش هيصلي صلاه صحيحه ياخذ عليها حسنات. بالعكس انت بتعلميه ان هو يصلي من غير وضوء او يكذب او يكون منافق، ان هو قدامك يظهر بحاجه ومش بيعمل الصح. فالصحيح ان احنا لما بتحصل عندنا مشكله في الاسره، وعلوم الاسره غير منتشره في المجتمع وهي احد اهم اسباب الادمان في كل المجتمعات، اننا لا نفقه كيف نربي ابنائنا، ولا نفقه كيف نتعامل مع زوجاتنا، والزوجات والامهات لا يفقهون كيف يتعاملون مع ازواجهم، ولا يفقهون كيف يتعاملون مع ابنائهم، مع انهم بيحبوهم واولادهم، بس بيحبوه وعايزين لهم الخير. وعاوزوا له الخير. ما هو المشكله البدعه ظهرت في الدين ازاي؟ هي حب الدين مع الجهل به، فبنفذ غلط. فانا بحب القران جدا، فالناس عن القران عاوز ارجعهم القران، اروح اضع احاديث اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد الكذبه لما مسكوه بيقولوا انت ليه وضعت الاحاديث في فضائل القران؟ قال رايت الناس انصرفت عن القران الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت لهم الحديث ليقراوا القران. فتخيل هو عنده حب للخير وفي نفس الوقت جهل، هو عنده حب شديد لاولاده وفي نفس الوقت لا يفقه ولا يعرف كيف يتعامل مع اولاده ولا يربيهم بالطريقه الصحيحه. تمام. زي فكرة الرسائل اللي تيجي على الموبايل ارسلها وتسمع خبر جيد اسمه. دي حاجات معرفش دي من ضمن الحاجات زي بيتكلم عنها الشكل المبدعات او البدع. ويمكن في يمكن ديت لو جينا ندخلها في علم التنمية او في علم البرمجة، دي نوع من انواع فقد الثقة في هذا القول. لو صليت على النبي 10 مرات وارسلتها لعشر اشخاص ربع ساعة ويجي لك خبر كويس، فترسلها وبعد 10 وبعد ربع ساعه ما يجيلكش خبر، فبعدها يجي لك واحد يقول لك صلي على النبي. يا عم انا صليت قبل كده حصل ايه؟ لا وافظع من كده بقى اللي يقول لك ايه؟
تتقطع ايدي لو ما كتبتش. اه ما تنساش ان انت قلت. ما تنساش ان انت حلفت. يعني ايه ده خلاص؟ يعني حكم الشرع في حاجات زي كده يا فضيله الشيخ عشان الناس تسمع وتعرف ان دي منتشره فعلا، عشان اللي بينشر الحاجات دي يبقى عارف دي حكمها ايه في الشرع، انه بيحلف ويقول للناس لو ما ارسلتش. طب ما هو فعلا بينشر شيء جيد، ايه يعني اما صلى على النبي 10 مرات؟ ماشي انصحني بالصلاه على النبي 10 مرات، انما يعني ايه لو ما يعتبر لغو. لغو ولكن احنا كده على فكره باللغو مر كرام فيعرض عن هذا اللغو ولا يأبه له اطلاقا، سواء بقى قراتها او ما قراتهاش. يعني انت يقول لك تتقطع ايدك لو ما خلاص هو قرأ هيعمل ايه؟ وهو مش عاوز يكتب لان هو مش مقتنع بده. نعم. فهتتقطع ايده ولا هيكتب؟ فهذا كلام يعني بس ده مش مصدر شرعي، انا هخاف منه ليه؟ مش مصدر شرعي. يأثم على ذلك لان هذا الكلام طبعا لانه كذب. كذب وكتر ارسال الرسائل ديت بيفقد ثقه الشخص في الحاجه اللي مكتوبه بعد كده. زي ما قلت لحضرتك صلي على النبي 10 مرات، رساله 10 اشخاص ربع ساعه يجي لك خبر كويس مره ثلاثة خلاص. طيب علشان ثقة. علشان ندخل في موضوعنا تاني، احنا طبعا كلامنا احنا ما خرجناش من الموضوع، هو ما زلنا في موضوع الادمان، ومن ضمن النقطه اللي حضرتك اثرتها ان اخطر انواع الادمان هو ادمان التكنولوجيا والانترنت وكذلك الايه الاشياء التي لا ماليش علم بيها، بمعنى صح ما فتيش في حاجه ما اعرفش، ده باختصار شديد لان ده نوع من الادمان. ساعات الواحد لما بيفتي كده اي حاجه ده يعتبر ادمان برضه، ادمان زي ادمان الكذب. ما هو ادمان الكذب. يبقى هنقف عند الكذب دي لان عايزين من حضرتك تعرفنا برضه، بس هي الفكره لان هو في ادمان الكذب ده بقى انا شايف انه برضه من اخطر انواع الادمان، ان ادمان الحاجات الاساسيه حتى لو ما فيش ضروره اللي هي اللي اتفضل بها الشيخ عبده قالها لنا من شويه اللي هو اسلوب التربيه في البيت. زي ما كنا بنتكلم في الصلاه وبعدين دخلنا في موضوع السؤال. دي في السلوكيات بتتسمى التربيه الفوضويه. التربيه الفوضويه. الفوضويه. اللي هي يا اما شديد جدا يا اما مفيد جدا. فعلا. يا اما مدلع قوي يا اما شديد قوي. ده قابل للادمان السريع وده قابل للادمان السريع. دوت اللي هو مدلع قوي زي ما بنقول عليه مفيش رقابه. ما احنا كلنا ساعات بنتعرض لكده، ساعات بنشد وساعات بنرخي. لا ساعات وساعات غير ان حد لا ساعات وساعات غير ان انت سايب الموضوع تماما مرخي. حضرتك بتقصد ان يبقى كليه فدوت مفيش رقابه. فده السهل انه يروح للادمان. والمضطهد جدا ده عايز مجال ينفس فيه. فبالتالي سهل انه يروح للادمان. فخار الامور زي ما شيخنا قال. نعم الوسط. التواصل. وده اللي صعب يقع في الادمان. مش بقول لك مين بقى اللي صعب يقع في الادمان؟ اللي هو زي ما حضرتك بتقول بشد شويه اللي هو المتوقع. بشد شويه المواسطه من الامور او الوالد عليه دور الشده والام عليها دور الحنان زي ما بيقولوا في بعض الاسر بيكون الوضع في تبادل شويه، معلش بحكم ان الاب مثلا مسافر فبيجي فتره صغيره فبيدلع الام دايما بالزبط. بتشد هذا الشخص صعب ادمان. صعب. ليه؟ لانه ما عندوش الاضطهاد اللي هو اللي بيهرب منه المدمن مش موجود هنا. انك ممكن تحصل انك تقعد فتره كبيره بتشد على ابنك وكده وبيحصل مشاكل، لكن لاحظت ان ابنك بدا يبعد، بنتك بدات تبعد، فتحت باب انه يتكلم معاك حتى لو هيحصل بينك وبينه مشكله او انت هيقول لك على مشكله فيك انت مش حابب تسمعها، افضل من انه يلجا لباب الادمان. وعلى فكره دي كانت حاجه يعني واقعيه معايا انا والى الان محتفظ بالورقه اللي كتبها لي ابني ما شاء الله، وقلت له لو ما يكون في حاجه مضايقاك مني ايوه اكتب لي، سواء تبعت لي رساله على الموبايل او تكتبها لي في ورقه. جميل. فروحت البيت، كنت بتاخر بره جدا، فروحت البيت فلقيته كاتب لي ورقه انا محتفظ بها الى الان. كان كاتب فيها ايه؟ لا حاجات كتير بقى مش مهم دلوقتي. بعد فتره بنتي الصغيرة لما لقت الورق دوت او بدأ يجيب نتيجة وكلام فعملت لي زي شفت انت المنشورات اللي بنبعتها لبعض على الفيسبوك حاجة زيها كده وكتبت لي فيها والدي حبيبي ومش عارف ايه وكده وكده. لو انت ما عملتش كده وتحملت ان انت تسمع الاخطاء اللي انت بتقع فيها مع اولادك هيكون البديل الادمان، سواء كان هذا الادمان زي ما قلنا نوع من انواع الادمان التكنولوجي او الادمان على المخدرات او 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 علاج الادمان او الدخول في الادمان واسباب الادمان كتير، اهمها الاسره. يعني قبل الهوا كنت سمعت رقم رهيب عن عمليات الطلاق اللي بتتم
طبعا. والارهب من كده والاغرب من كده ان هذه حالات الطلاق ما استمرتش اكتر من سنه مثلا، سنه ونص. لا بتبقى مختلفه بس الغالب معظمها في الثلاث سنين الاوائل يعني. ايوه نتج عنهم طفل. طفل واحد. لو قلنا 7000 حاله طلاق، 7000 طفل. لا ده هو في السنة 151,000 وكسور. يعني هو كل ده بالنسبة لإيه؟ كل يوم في مصر 420 حالة طلاق يوميا. مش حالة طلاق ده بيقيسوها بالثانية. ده سبب من أسباب معدلات الطلاق في العالم في مصر. في مصر. في مصر. خلي بالك معدل الطلاق ده لما تيجي تقيسه مثلا احنا عندنا 100,000 حالة طلاق و 150,000 حالة طلاق، 10 أضعافهم أسر مفككة. ومطلقوش رافعين قضايا يعني على وشك الطلاق. ده دي الحاجات الرسميه الاحصائيات الرسميه دولت اللي طلعوا قسيم الطلاق. انما هتلاقي 10 اضعافهم عايشين في حاله انفصال اسري. و10 اضعاف اللي عايشين في حاله انفصال اسري عايشين في تعاسه زوجيه، هو مش قابلها وهي مش قابلاها. انفصال اسري مع قيام الاسره. لا مش قيام تقصد الاسره. تقصد حضرتك ايه يعني؟ تقصد ان يكون في حاله تفكك وهو متزوج؟ مازال متزوج. هو متزوج، هي قاعده في مكان. أيه. وقاعد في مكان. انفصال شكلي. انفصال شكلي. وغير كده التعاسه الزوجيه، هو مش طايق زوجته ولا هي طايقاه، واخد بال حضرتك؟ وده بقى اهم المخاطر اللي بتواجه المجتمع ككل. هي بتعمل مشاكل يعني. في جزء مطلق وفي جزء عايز يطلق وخايف مثلا او متضايق او لا مش طب عارف. طب هو تعيز ده ما يطلقش ليه؟ هو عاوز يطلق بس مش عارف. مش عارف يطلق. دي مش دعوه للطلاق ولكن انا عايز اعرف احنا اتقسمنا دلوقتي جزء مطلق، امال الجزء الرايق فين؟ لا نسبه 3% فقط من الازواج يكون حاله سعاده زوجيه. تميز يا مولانا. تميز. ولكن المشكله في ايه؟ غياب علوم الاسره عن عموم المجتمع اللي هي العلاقات الزوجيه وتربيه الاولاد. احيانا من احد المشاكل اللي بتواجه الاولاد وبتدفعهم دفعا الى الادمان ان الاب عاوز يطلع اولاده بطريقه معينه، اهدافه في اولاده بطريقه، والزوجه الام اهدافها في اولادها طريقه ثانيه. نعم. ففي تناحر بين الزوج والزوجه وبيخلي فيه جو من التوتر الدائم، مفيش حنان، مفيش حب في البيت. وطبعا الاولاد يشعرون ويقصون هذه الامور بشكل طبيعي. هما جست استشعار اساسا من غير حاجه يعني. هما مجرد ان ممكن يكون في خلاف بين الاب والام في مثلا في مع بعضهم ومش عايزين يسمعوا خاص. الاولاد لكن مجرد خروجهم عليهم الاولاد بتحس زي بالظبط الطفل لما يكون حاسس هو مين صاحب القرار في البيت. هو انا لو اتكلمت مع الوالد هقدر اجيب منه الموضوع بسرعه ولا اكلم الوالده تكلمه؟ ما ده ذكاء بقى. ما هو ده ذكاء اجتماعي. هو ده. وده عمل برضو زي ما الشيخ عبده قال ان مفيش حاجه اللي بنسميها في التنميه البشريه الصحه الاسريه. الصحه الاسريه. ازاي اكون رب اسره او ازاي اكون ربة اسره؟ في علوم الدين ابسط بكتير. لكن الناس ليه راحت لها في علوم التنميه البشريه او في العلوم التنمويه؟ لان في العلوم التنمويه بتبدا معاهم بان انت مش صاحب المشكله. مش انت اللي عندك المشكله، تعال نعالج الطرف الثاني. هو كده بيرتاح. هو كده حاسس ان انا صح، انا سليم. غياب الصحة الأسرية أو التوعية الأسرية عمل تفكك، وكان من أهم أسباب أو من أهم نتائج هذا التفكك الإدمان. التفكك الأسري من أهم نتائج التفكك الأسري، سواء كان زي ما مولانا قال الطلاق. من أسباب ولا من نتائج؟ من نتائج يعني نتائج التفكك الإدمان. يعني الإدمان يعني بسبب التفكك الأسري بالظبط. سواء كان بقى تفكك بشكل كامل اللي هو الطلاق او الخلافات الدايمه. لان زي ما الشيخ قال كل واحد عايز يطلع ولاده ايه، او كل واحد عايز يمشي البيت ازاي. نعم. فحتى لو في خلافات او في مشاكل يا ريت في الاسره تبقى مش نقول من الاولاد مش اطلعوا عليها او يعرفوها، لا قبل ما تدخل المشكله اعمل حسابك ان في اولاد في البيت تمام هيعرفوا بيها او هيحسوا أكيد. بيها اكيد. فانت قبل ما تقع في المشكله او قبل ما تحصل المشكله عندك حلول ليها. صحيح عندك حلول
ممكن المشكله هي بتيجي بدون ما نفكر. لا والله وصل حضرتك على حاجه يمكن من خلال تجارب كتير قوي، مفيش حاجه اسمها المشكله بتيجي من غير ما تفكر. 90% من المشاكل اللي بنقع فيها بنبقى عارفين ان احنا هنقع فيها لما نكون احنا احد اسبابها. طبيعي في الاسره تيجي مشكله من بره على الجاي جاي خابط واحد ولا زميله، طب انا هعمل طبيعي في الاسره ازاي؟ طبيعي في الاسره انا احد اسبابها، طبيعي في الاسره انا احد اسبابها، يا اما الزوج احد اسباب. فانا قبل ما اقع في المشكله لازم ايه اتعامل اكون عندي حلولها. يعني مثلا ومولانا طبعا يفيدنا اكتر فيها ديت، ما هو تارك الصلاه عارف مشاكل عارف مخاطرها وعارف عقوبتها صح، ومسك بيترك. طيب نستاذن حضرتك هنسال فضيله الشيخ، الادمان والطلاق ما دام اتكلمنا عن الطلاق وعن الادمان، الادمان والطلاق هل احدهما سبب للاخر؟ يعني انا دلوقتي ادمنت لان مثلا والدي والدتي متطلقين وانا، فممكن هل الطلاق يكون سبب للادمان او العكس؟ اولا الاسره عظم الله عز وجل من شأنها. نعم. واهتم الإسلام اهتماما بالغا بالأسرة وتكوينها. واهتم بكل دقائق وصغائر أمورها حتى في تسمية الأولاد. تجد نصوص كبيرة في عدم ظلم الأولاد حتى في اختيار الاسم. الإدمان قد يكون سبب لأن أسباب الإدمان أصلها مختلفة. يعني ممكن واحد حابب يجرب. فجرب فأدمن فحياته هتبقى غير مستقرة فبالتالي قد يلجأ إلى الطلاق أو لا تستقيم حياته الزوجية فيطلق. فالسبب الأساسي في الإدمان هنشوف هو إيه، كان مشاكل زوجية دعاته للإدمان أو هو كان مدمن فإدمان سبب من أسباب الطلاق. إذن هو أحد الأسباب بس لسه ممكن نبحث فيها، لكن هو في فعلا أحد الأسباب. في الغالب الأعم كل المشاكل التي نقع فيها سواء كانت مشاكل في التدين والالتزام أو مشاكل في الإدمان أو مشاكل سلوكية وأخلاقية أو صحية بيكون سببها في المقام الأول الخلاف الأسري وعدم استقامة البيت بين الزوجين وعدم اهتمام الأسرة بالعلوم التي تجعل الأسرة سعيدة. يعني أنا واحدة بتقول اللي هي بتسألني على ابنها مش بيصلي، لما بتقول له صلي وبتضغط عليه بيصلي من غير وضوء. قلت لها أنت عملت إيه؟ قعدت تبكي تعيط. أنا بدعي له. طيب ادعي له كتير بس الحال مش هيتصلح. ليه؟ لأن هي معادلات حسابية أنت لازم أن تتعامل معها بطريقة معينة. ابنك فيه مشكلة لازم تروح لاستشاري أسري زي ما بتتعبي وبتمرضي بالظبط، بتروح الاستشاري طبيب يشخص لك المرض ويديك العلاج، مش بتروح من نفسك تجيب علاج وتاخديه قد يضرك. ولكن اذا حدثت مشكله بين الزوجين ايه المشكله اللي نروح لحد متخصص نحكي له مشكلتنا ويحلها لنا بشكل علمي. الله عز وجل يقول وليس الذكر كالانثى. وابوك مختلفين تماما، ليس الذكر كالانثى، يمتنع ان يكون الذكر كالانثى. فقد يفكر يعني مثلا الزوج داخل البيت لقى الكهرباء قطعة في البيت. الطبيعي ايه؟ بدون ما بيتكلم دماغه بتشتغل بيفكر في حل. مين اللي ممكن يجي يصلح الكهرباء دلوقتي؟ طيب الزوجة لما بتحصل مشكلة عاوزة تتكلم وتعبر عن المشكلة اللي هي وقعت فيها. فلما تحصل مشكلة الزوج عاوز يقعد ساكت يفكر في حل، والزوجة عاوزة تتكلم وتطلع جو، عايزة بيئة تطلع فيها. طيب ايه اللي هيحصل؟ صدام، خلافات. ولذلك في علم العلاقات الزوجيه يقولون اذا الرجل الكهف فلا تدخلي خلفه. يعني لو هو قاعد ساكت ما بيتكلمش سيبيه لحد ما يرجع لوحده. ليه؟ لانها اذا دخلت خلفه يصبح تنينا يحرقها، ينفعل. الزوجه لما بتتكلم مش بتقصد الكلام لذاته، يعني مثلا هي متضايقه وبتكلمك بزهق في حاجه مزعلاها عاوزاك تتن تسالها لحد ما توصل فضفضه تفضفض. لما تحصل مشكلة كبيرة نسمع الكلمة دي دايما من المرأة تقول له طلقني 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 طلقني، فالراجل في الانفعال يقول لها انت طالق، تقعد تعيط. طب لا احنا مش عايزين عياط بصراحة. فهي هنستأذن حضرتك نقف عند العياط ده علشان احنا مش عايزين نعيط لان وقت حلقتنا كده يعتبر انتهى. انا كان نفسي اكمل مع حضرتك واكمل مع فضيلة الأستاذة الفهد العربي ولكن يعني وقت الحلقة انتهى.
فان شاء الله يكون لينا لقاءات قريبة ان شاء الله. بس نصيحة يعني في نهاية الحلقة اتفضل. ان باب التوبة مفتوح. باب التوبة دي احلى حاجة نختم بيها حلقة اليوم، ان باب، عشان احنا موضوعنا الادمان، يبقى احسن حاجة ان باب التوبة مفتوح. أمام الأمل مازال موجود. نعم. ونحن لا يمكن أبدا أن ننظر للمدمن إلا على أنه إنسان مريض، يجب التعاطف معه. نعم. بنشكر حضرتك. نظرة رحمة وتعاطف. نعم. ونسأل الله أن يهدي المسلمين يعني جميعا. آمين يا رب. نسمع أولادنا حتى ولو كانوا قاسيين شوية في اللي هيقولوه، ولما تسمعوا النهاردة وتستحمل منه الكلام اللي هيحصل أحسن، وبكره نعم. تسمع نعم. انينه فعلا في العلاج نعم. من الادمان. بنشكر حضرتك استاذ الفهد العربي في نهايه الحلقه. وامين ان شاء الله ان احنا نتقابل مع حضرتك قريبا ان شاء الله. بنشكر حضرتك، وبنشكر ايضا فضيله الشيخ عبدو احمد الكومي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب والمعلومات الرائعه. ان شاء الله نتقابل مع حضرتك قريبا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. الله يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام وقتنا انتهى، وان شاء الله نلقاكم قريبا. كان معكم عصام كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mm-hmm.